السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا يا شباب الحصة اللي فاتت وعرفنا ازاي نجحت بريطانيا في احتلال مصر بجدارة، وعرفنا كمان ايه هي اسباب فشل الثورة العربية. تعالوا نتكلم بقى على احوال مصر تحت ظل الاحتلال البريطاني. اول حاجة هنتكلم عليها هي الحكم والادارة. يا ترى شكل الحكم والادارة في مصر بعد الاحتلال البريطاني هيكون ازاي؟ اول حاجة هنلاقي ان السلطة الفعلية في يد شخص انجليزي بسميه او بيبقى الوظيفة بتاعته او اسمه المعتمد البريطاني. كل السلطة الفعلية، كل التصرفات، كل الامور في زمام المعتمد البريطاني، هو المتحكم الاول والاخير في مصر. طيب لو جينا شفنا كده سلطة الخديوي اللي هو الوالي العثماني، سلطته ايه؟ سلطته التصديق على قرارات سلطات الاحتلال البريطاني وتنفيذ اوامر المعتمد البريطاني. يعني سلطته بينفذ قرارات المعتمد البريطاني وسلطات الاحتلال، ملوش اي سلطة غير ان هو بينفذ القرارات فقط. طيب هنلاقي يا شباب ان مؤسسات الدولة سواء كانت ادارية او حكومية خلاص اخضعت، بقت تحت اخضاع وتحت سيطرة مستشارين انجليز هم اللي بيقوموا بالتحكم بكل حاجة فيها. طب لو جينا بصينا على الجيش هنلاقي ان الجيش عندي اصبح لا يتجاوز عدده 6000 جندي. من بعد ما قدر احمد عرابي يوصل عدد الجيش ل 18000 جندي الى ان تم تقليص عدد الجيش. طبعا هما مش عايزين الجيش المصري يكبر ولا عدده يكتر خالص، فخلوا عدد الجيش لا يتجاوز 6000 جندي وبيتولى قيادته ضابط انجليزي. يعني تخيلوا كده يا شباب الجيش المصري بيرقصه قائد انجليزي وهو اللي متحكم في قيادة الجيش. طيب هنلاقي ان انحصرت مهمة الجيش في اقرار الامن والحفاظ على النظام فقط، وهو غير مؤهل على الدخول في اي حروب لحماية البلاد. لو جينا بصينا على الحياة النيابية هلاقي ان تم الغاء مجلس النواب 1881، وتم انشاء مجالس سورية. سورية يعني ملهاش صفة فعلية، مجالس بالشكل فقط زي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية، دي كانت بمثابة مجالس سورية لا قيمة لها. طيب لو جينا اتكلمنا على الاقتصاد المصري في ظل الاحتلال البريطاني لمصر هلاقي ان الاقتصاد، ان بريطانيا فرضت سياسة بتخدم مصالح الاحتلال. يعني كل الامور الاقتصادية المصرية بتخدم مصالح الاحتلال البريطاني. طيب زي ايه؟ هنلاقي ان هو توسعه في زراعة القطن. معظم مصر بتزرع قطن. طيب ليه؟ علشان هما محتاجين القطن ده جدا للمصانع الانجليزية، كمادة خام للمصانع الانجليزية. طيب قدروا ان هم يرغموا الفلاح ان هو يزرع كميات كبيرة من القطن باستمرار، وده شيء بينهك الارض الزراعية، ولكن هم مش هممهم ارض زراعية تبقى صالحة ولا غير صالحة ولا اي امور. هم هدفهم ان هم ياخدوا اكبر قدر ممكن من القطن علشان يخدم او يعتبر مادة خام للمصانع بتاعتهم. تاني حاجة هي محاربة الصناعة المصرية. طيب ليه محاربة الصناعة المصرية؟ علشان يكون في ترويج للصناعات الانجليزية. زي ما احنا عارفين يا شباب ان هم بياخدوا المواد الخام من المستعمرات بتاعتهم ويشغلوا المصانع بتاعتهم ويرجعوا تاني يبيعوها للاماكن اللي بيحتلوها، ودي بتشغل دايرة الانتاج عندهم هم علشان يشغلوا العمال والمصانع بتاعتهم. فبالتالي حاربوا الصناعات المصرية علشان يبقى فيه فرصة لرواج الصناعة الانجليزية في مصر. وهنلاقي ان ظهر طبقة من الاعيان بتستفيد من السياسة دي ويرتبط نموها وازدهارها ببقاء الاحتلال.
لو جينا بصينا بقى على التعليم هنلاقي ان طبعا تم اهمال التعليم، هما مش اهمي يعني ما لهمش اهميه او ما لهمش نفع ان يكون في متعلمين، ده بالعكس ده يضر مصالحهم. فتم اهمال التعليم وجعله بمصروفات عاليه وحصروا المتعلمين في فئه، طيب فئه قليله ليه؟ علشان الفئه دي تتخرج وتشتغل بموظفين باداره والمصالح الحكوميه. طيب لو جينا اتكلمنا على كل الاوضاع السيئه دي هتخلي في كفاح يظهر ضد الاحتلال البريطاني، وهنلاقي يا شباب ان المصريين وصلوا الكفاح البريطاني كفاح ضد الاحتلال البريطاني ومواجهه الحكام من اسره محمد علي علشان يعملوا حاجتين مهمين جدا، اول حاجه تحقيق الاستقلال وتاني حاجه اقامه حكومه دستوريه. يعني ايه حكومه دستوريه؟ يعني حكومه قائمه على قوانين معينه بيوافق عليها الشعب. طيب هنلاقي يا شباب ان من اول دخول الاحتلال البريطاني لمصر 1882 لغايه ما هيظهر عندنا مصطفى كامل وانا بسميه باعث الحركه الوطنيه في مصر، هنلاقي ان المرحله دي كلها كان فيها ركود، غير لما ظهر مصطفى كامل، وهنلاقي ان مصطفى كامل تولى قياده الحركه الوطنيه في اواخر القرن ال 19، وتمثلت الحركه الوطنيه ضد الاحتلال البريطاني داخليا وخارجيا. طيب يا ترى مصطفى كامل عمل ايه داخليا وعمل ايه خارجيا؟ هلاقي ان في الاول في بدايه الامر اهتم مصطفى كامل بتجديد الشعور الوطني لدى المصريين، ابتدى ينشر مقالات، المقالات دي بتثير الروح الوطنيه لدى المصريين ضد الاحتلال البريطاني وتقضي على الركود والخمول للشعور الوطني المصري. تاني حاجه مهاجمه الاحتلال البريطاني ونقد سياساته، وده طبعا برضو من خلال المقالات اللي كان بيعملها ويكتبها مصطفى كامل في الجرائد المختلفه، واقناع المصريين بان جلاء الاحتلال البريطاني ده شيء غير مستحيل. برضو هنلاقي ان بعد الثوره العربيه وبعد معركه التل الكبير هيكون في حاله من الخمول في الشعور الوطني لدى المصريين، وان هم خلاص شافوا ان الاحتلال البريطاني ده امر واقع عليهم، ولكن بالعكس هنلاقي ان مصطفى كامل هيبتدي يقنع المصريين ان ضروره الاحتلال البريطاني وان كمان جلاء الاحتلال البريطاني من مصر ده شيء غير مستحيل. وهنلاقي ان حصل دعوه بين الوحده الوطنيه بين المسلمين والاقباط اللي هم المسيحيين، والمطالبه بدستور يعني مجموعه القوانين اللي تسير عليها امور البلاد، وابتدى كل مقالاته دي كل جريده يكتب فيها كانت قوات الاحتلال البريطاني كانت بتحاول ان هي تقفل الجرائد دي وتبتدي ان هي تصادر الاعداد بتاعه الجرائد اللي فيها مقالات مصطفى كامل، ففكر في تاسيس جريده اسمها جريده اللواء، ويعني اللواء ده يعني العلم، تاسيس جريده اللواء 1900، وكان بينشر المقالات باللغه العربيه واللغه الفرنسيه. ليه يا شباب كان بينشرها باللغه الفرنسيه؟ علشان هو مدرك ان في عداء ما بين انجلترا وفرنسا، فحب ان هو يستعطف الجانب الفرنسي تجاه الحركه الوطنيه ضد الاحتلال البريطاني. طيب لو جينا اتكلمنا برضو عن الامور الداخليه هلاقي ان مصطفى كامل اسس الحزب الوطني 1907، وكانت المبادئ بتاعته هي الجلاء والاستقلال والدستور، واهتم بالدعوه لنشر العلم، وكان بدايه تفكير لانشاء جامعه مصريه وهي جامعه القاهره حاليا.
طيب بالنسبة بقى خارجيا، فكر ايه مصطفى كامل يعمله خارجيا لمساعدة الحركة الوطنية في مصر. هنلاقي ان هو لقى ميدان لآرائه، وميدان يزرع فيه كل الآراء بتاعته ضد الاحتلال البريطاني، وطبعا ده كانت في فرنسا، وده طبعا علشان عارف كويس جدا العداء ما بين فرنسا وانجلترا. هنلاقي ان هو ابتدى يعبئ الرأي العام الاوروبي بشكل عام بشكل كبير، وزي ما قلنا ان كانت في مقدمة الدول الاجنبية دي فرنسا، لغاية ما حصل الاتفاق الودي. ايه هو يا ترى الاتفاق الودي ده؟ هنلاقي ان الاتفاق الودي ده اتفاق ما بين انجلترا وفرنسا. انجلترا هتطلق يد فرنسا في مراكش مقابل اطلاق يد انجلترا في مصر. يعني بالجملة البسيطة كده، انجلترا وفرنسا اتفقوا في الاتفاق الودي على تقسيم الدول، انجلترا تاخد مصر وفرنسا تاخد المغرب. والاتجاه للدولة العثمانية باعتبارها صاحبة السيادة الشرعية، وقدر ان هو يستغل حادثة دونشواي للتنديد بالاحتلال البريطاني. ايه هي حادثة دونشواي؟ حادثة دونشواي دي حصلت في احدى قرى محافظة محافظات مصر، وهنلاقي ان تم فيها قتل سيدة فلاحة مصرية بالغلط. جنود الاحتلال البريطاني كانوا طالعين يصطادوا حمام بالرصاص الحي، فتم قتل سيدة، فأصحاب القرية يعني أهل القرية خرجوا ورا الجنود دول علشان خاطر يتتبعوهم، وما قتلوش حد فيهم. ولكن هنلاقي ان المعتمد البريطاني اللورد كرومر في الوقت ده، وكان راجل دموي جدا، كان راجل يعني بشع جدا، هنلاقي ان هو ابتدى يصدر احكام على اهل القرية دي كلها. احكام دي غير قضائية، احكام عرفية بالقتل والتعذيب والجلد قدام اهاليهم. فابتدى مصطفى كامل يندد بحادثة دونشواي، لغاية ما فعلا قدر من خلال الحادثة دي والتنديد بالرأي العام العالمي لاستقالة اللورد كرومر. وده كان أقوى معتمد بريطاني في مصر، كان أبشع واحد، أبشع معتمد بريطاني، وكان دموي جدا، إلى أنه قدر أن هو يعني يتم استقالة اللورد كرومر. طيب هنلاقي أن هو رفض الدعوة، او دعا الى رفض اتفاق الحكم الثنائي في السودان. يميس هو يعني ايه حكم سودائي، حكم ثنائي في السودان؟ هنلاقي انه، خلي بالكم ركزي وركز معايا علشان هي مش موجوده بشكل مفصل في الكتاب، علشان تفهم يعني ايه اتفاقيه الحكم الثنائي. هنلاقي ان تم توقيع اتفاقيه حكم ثنائي بين بريطانيا ومصر، وسمحت بموجبها برفع العلمين الانجليزي والمصري فوق السودان. وكانت نصوص الاتفاق ده ان يكون الحاكم العام للسودان بريطاني، والمعاون للحاكم مصري، ومصر تتحمل كافة النفقات في السودان. ده ايه الاتفاقية الغريبة دي؟ يعني مصر احنا عارفين ان قدر محمد علي ياخد فرمان بحكم السودان، وكان ابناء وخلفاء محمد علي بيحكموا السودان. لما سقطت او تم احتلال مصر من قبل القوات البريطانية، حصل الاتفاق ده كان 1899، ان السودان تتحكم بشكل ثنائي ما بين مصري وبريطاني، والعلمين يترفعوا على السودان، ويكون اليد العليا للانجليزي. فرفض طبعا مصطفى كامل الدعوة دي، وتوفى مصطفى كامل
في 10 فبراير 1908.